السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم موضوعنا عن هانيويل وسيسكو. سيسكو بلاتفورم فور اويل اند غاز ديجيتال انتربرايز. سيسكو عندهم اوبريشن انفراستراكشر داتا سنتر اندستري سيكيورتي كولابوريشن سيستم اللي يعتمدون على سيسكو external applications, Cisco IBM control, Cisco DNA solutions, Cisco infrastructures, users, devices and things. Okay, Cisco قاعد يقولون لنا مني احنا نستعمل الويبكس عشان ننقل الداتا والمعلومات من الاندستري ريفاينريز للسيرفرات. هانيويل خلال سنتين اللي فاتوا قاموا يواجهون مشاكل الداتا مالتهم ما قاعد توصل للسيرفر بشكل سليم، في انقطاع قاعد يصير، في سلونس قاعد يصير، والأجهزة البطاريات تضعف فما يمديهم ينقلون الداتا. هانيويل عندهم مشاكل بالانفوستراكشر، اوكي السيستم اللي هم عاطينا مو قاعد يوصل الداتا بشكل سليم للسيرفر. سيسكو اقترحوا عليهم انه يغيرون بعض الأجهزة، اوكي عندهم أجهزة جديدة مثل ما أنتم شايفين، فاختلف عندهم الانفراستراكشر عند هانيويل، صار الموضوع أن الداتا توصل أسرع والبرفورمانس يكون أحسن. مثل ما احنا شايفين أن الوايرلس ديفايس اللي هم بدلوه نوع ثاني حطوه صار أسرع. ريل تايم برفورمانس ماكسيموم باتري لايف، الموضوع صار أن ينقلون الداتا للسيرفر بطريقة سريعة جدا. اوكي لو لاحظنا الفرق، فرق وايد، هناك قاعد يواجهون مشاكل بالسيجنال ويواجهون بالبطارية، بس مني ريل تايم وماكسيموم باتري لايف. مثل ما نشوف على الجهة اليسار الانفوستراكشر غير، والجهة اليمين الانفوستراكشر غير. يستعملوا فيرتشوال وايرلس ديفايس مانجر، الأجهزة اللي بدلوهم الوايرلس ديفايس اللي بدلوه تخيلوا يشيل 3000 ديفايسز، 3000 يوزر، كل شخص عنده جهاز واحد يشيل 3000، يعني موبايل لابتوب كاميرا اي شيء عشان ينقلون الداتا. التشالنجز والسولوشن والريزلت اللي هم قاعد يواجهونه هانيويل، سيسكو وهانيويل طلعوا ملخص ون وايرلس مالتي بروتوكول نتورك اند سولوشن saving problems at half of cost، توفير نص المبلغ عشان يحلون المشكلة. typical have under one year ROI، quickest time حق installation just one day، يعني بس يوم واحد ياخذ حق installation الوايرلس. عندهم large platform of wireless، يعني يشيلون أجهزة أكثر. unmatched flexibility and the freedom of choice، عندهم اختيارات أكثر. cyber security in every aspect، already certified ISA، صار عندهم redundancy، قابل للتطور آلاف من الوايرلس to monitor and process control. وهذا الرفرنس ممكن نرجع له من سيسكو وهانيويل عشان ناخذ معلومات أكثر. Special thanks for Mr. Holm and Mr. Mons. نشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة. Thank you.